أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهناك أناس من زملائنا في العمل يتجمعون عند البوابة للتدخين لأن التدخين في الإدارة ممنوع، هل أسلم عليهم وهم في هذه الحالة أم أهجرهم؟ سلم عليهم وأنكر عليهم شرب الدخان والتظاهر بالمعصية، فإن امتثلوا وإلا فاهجرهم إذا كان الهجر يردعهم، إذا كان الهجر يردعهم فاهجرهم، وإن لم يكن الهجر يردعهم بل يزيدهم شرا فسلم عليهم وانصحهم وكرر النصيحة ولا تيأس وأنت تبرئ ذمتك.